اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام. ما زال حديثنا متواصل معكم في برنامجكم برنامج كيف معي محمد العسيري. اصدر وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه المهندس احمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبيه في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فاكثر من ذوي المهن المحاسبيه بنسبة 30%. وأيضا تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما كبيرة من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي. الحديث أكثر أسعد أن يكون معي المهندس أيمن شكر، المدير العام لتوطين قطاع الخدمات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حياك الله دكتور، سعيدين فيك مهندس. عفوا، حيا الله اخوي محمد والساده المستمعين، يا هلا وسهلا فيكم. حياك الله مهندس، بدايه نبارك لكم صدور هذا القرار ونسال الله لنا ولكم التوفيق باذن الله. في البدايه لو تحدثنا سعادتكم عن هذا القرار بشكل عام، ايضا لماذا تم اطلاقه في هذا التوقيت تحديدا مهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اخوي محمد شاكر استضافتك لنا ومبارك للوطن صدور هذا القرار والذي إن شاء الله يخدم الباحثين العمل في المهن المحاسبين. الوزارة مؤخرا كانت تعمل مع الجهات الشقيقة لخفض معدل البطالة ومساهمة في توفير وظائف المواطنين عبر عدة مبادرات، أحدهم كان مبادرة توطين المهن، وكان القرار توطين المهن المستهدفات في عام 2020 لله الحمد بعد قرار طب الأسنان والصيدلة والمهن الهندسية، ومؤخرا كان قبل تقريبا شهر مهنة اتصالات تقنية المعلومات. وقرار بإذن الله يمكن تقريبا الشباب في 10,000 فرصة وظيفية في منشآت القطاع الخاص خلال العام القادم إن شاء الله. وفي سؤالك ما يخص أنه في هذا الوقت تحديدا احنا قبل أي إصدار أي قرار نتأكد من جاهزية البنية التحتية والجهات الشريكة وبرامج الدعم زي ما تفضلت المحفزات والتدريب بسهولة دخول الشباب السوق وعدم تأثير قطاعات الأعمال في خلال العملية التشغيلية عندهم. مهندس أيمن، ماذا يهدف هذا القرار منه؟ أيضا المنشآت التي سوف يتم تطبيق عليها هذا القرار، يعني في نص الخبر بتكون لي طبعا منشآت في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة ما يعني 30% تقريبا يعني. صحيح، الهدف هو تمكين المؤهلين الممارسين المرخصين من الجهة الإشرافية اللي هي الهيئة السعودية للمحاسبين المراجعين القانونيين، وزي ما تفضلت هو قرار نسبة 30% ومنشآت القطاع الخاص اللي فيها عدد عاملين 5 وأكثر من تقريبا 20 مهنة لها علاقة بالمهن المحاسبية. والهدف من ذلك أنه ما يكون فيه تأثير كبير على المنشآت الصغيرة لديها أقل من 4 عاملين في المهنة، وما يكون عندها أثر اقتصادي حيث انه يكون صعوبه التوطين والاستدامه، واحنا احد الاهداف اللي لدينا انه يكون في استدامه للعاملين في المهنه وما يكون في معدل دوران عالي. فلذلك المحاكاه اللي كنا بنعملها دائما ما كانت تؤدي الى انه يكون النسبه والمنشات المتاثره متوائمه مع الباحثين العام. جميل جدا مهندس. ايضا اليوم متى سوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ؟ ايضا لن تنجح أي خطة بالتأكيد للتوطين دام الرقابة لابد أن تكون عالية. اليوم لو البعض لم يلتزم بهذه القرارات التي أصدرت من وزارة الموارد البشرية، هل هناك عقوبة على من لا يطبق هذه القرار حين دخول حيز التنفيذ؟ شاكر سؤالك المهم جدا. احنا القرار بإذن الله أطلق يوم أمس، وفي فرصة تقريبا 6 أشهر يعطي فرصة للمنشآت للقيام بعمليات التوظيف والتمكين والتدريب للوصول للنسبة المحددة. فيما يخص المتابعة والرقابة، يمكن في قبل بدء إطلاق القرار طب الأسنان الأول احنا عملنا أن نكون الرقابة مؤتمتة بشكل كامل بحيث أن نكون عبر النظام بتحدد المنشآت اللي كان فيها امتثال أو لا، ومن ثم بيكون في توجيه من الزملاء بمراجعة المنشآت وتوفير لهم الفرص الوظيفية. يمكن الهدف مؤخرا ليس فرض العقوبات، يوجد بعض العقوبات يمكن، لكن هدفنا الأساسي ليس هو العقوبات وإنما تمكين الشباب من دخول سوق العمل. فيما يخص دخول قرار حيز التنفيذ بإذن الله حيكون في الأول من ذو القعدة من العام الحالي 1442، حيكون نسبة التوطين لازم تكون في المنشآت 30%، ونعمل خلافة 6 أشهر للمتابعة والتمكين من خلال مثل صندوق تنمية الموارد البشرية أو الهيئة السعودية للمحاسبين
بالتواصل مع المنشآت وتوفير لهم المرشحين وتمكينهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ بإذن الله. جميل، أنت تحدثت مهندس أنه خلال 6 أشهر سوف يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، لكن سؤالي أيضا اليوم وكثير من المستمعين يتساءلون، هل هناك خطة عمل واضحة قبل تطبيق هذا القرار؟ أيضا هل تم دراسة الوضع الحالي لسوق العمل من احتياج تخصصي في المهن المحاسبية بالشكل المحدد؟ بكل تأكيد، يعني كان في عدة اجتماعات مع الجهات المهنية وعلى رأسهم الهيئة السعودية للمحاسبين الجهة الإشرافية على المهنة وقطاعات الأعمال اللي تم توقيع اتفاقيات معها مسبقا، بحيث أنه نحن نأخذ الآراء وآلية التطبيق والنسب. ومن ثم كان في عدة عمل محاكاة لموائمة الباحثين العمل المرخصين المؤهلين للدخول مع أعداد اليوم العاملين في سوق العمل بشكل كامل، وبنشوف ما هي النسبة الأمثل للوصول للمستهدف لدخول الشباب هذول بشكل تلقائي لسوق العمل. فخلال الفترة اللي فاتت يمكن كان في عدة ورش واجتماعات ومحاكات للوصول لهذه النسبة، وخلال الفترة الجاية القادمة إن شاء الله، يعني بدءا من الأسبوع القادم، بيكون في تواصل مع المنشآت بتوفير للمرشحين لهم وتمكينهم عبر الجهات الممكنة لنا، سواء كانت الهيئة السعودية للمحاسبين أو صندوق تنمية الموارد البشرية. جميل، يعني بحسب القرار المنشور مهندس، طبعا يشترط حصول المحاسب على الاعتماد المهني، ما هو هذا الاعتماد؟ هل هي الزمالة أم العضوية دكتور مهندس؟ هي العضوية والتأكد من الجهة الإشرافية بحقية العامل للعمل في هذه المهنة. الجهات الإشرافية اليوم يعتبروا ممكنين ومراقبين للمهن في سوق العمل، ودورهم الأول التأكد من المنشآت يوصلها أفضل كادر، فمن أحد الأدوار لهم التأكد من حصولهم على الترخيص المناسبة وممارستهم للمهنة واعتمادهم لهم. كيف يتم التسجيل فيها مهندس؟ عبر موقع الهيئة، في بيكون الشباب سواء السعوديين أو الوافدين بتسجيل ورفع ملفات الخاصة فيهم من شهادات وخبرات ومصادقتها عبر آلية تأكد من الجهة الإشرافية إنه هذول بالفعل سواء حاصلين على شهادة بتأكد منها أو الخبرات بتأكد إنه حاصل بالفعل هذه الخبرات. بالسابق كان إلزامي على الوافد دكتور مهندس. صحيح، ويمكن هذا لذلك كان في عندنا فترة سماح إنه في بعض الشباب السعوديين قد يكونوا موظفين بيمارسوا المهنة ويكون سماهم الوظيفي غير متوائم مع المهنة الصحيحة، فإحنا برضو أعطينا فرصة للمنشآت إنه يكون في تصحيح لها. إذا كان في عنده شاب سعودي أو شاب بتعمل بمهنة محاسبة ومسماها الوظيفي غير صحيح، بترفع الشهادات الصحيحة وحصول على الترخيص ومن ثم تسجل في المهنة هذه. جميل جدا. يعني مهندس أيمن، لما نتحدث عن رؤيتكم في واستهدافكم للقرار، طبعا يقضي بتوفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية. اليوم أنتم خلال عملكم وخلال أيضا إصداركم لهذا القرار في وزارة الموارد البشرية، هل وضعتم أيضا أن سوف يكون هناك نسب ارتفاع بمعدل نسب التوطين في المهن المحاسبية بشكل تدريجي، أم وضعتم خطة طويلة الأجل لتوفير كم وظائف كبير للمحاسبين؟ اليوم الوزارة تعمل بشكل دوري في وضع النسبة الصحيحة وموائمة الباحثين العمل والخريجين مع سوق العمل. الهدف من القرار اليوم، بحيث أنه ما كان في قرارات سابقة في المهنة هذه مسبقا، أنه وضع خط الأساس لها، وإحنا بالتأكيد يكون في مراجعة دورية سواء للنسب أو حتى للحد الأجور المحتسب في نطاقات، إنه هل يتوائم اليوم مع سوق العمل ولا لا. فلذلك العادية إن شاء الله مستقبلا حتكون مؤتمة، ويكون في زي اليوم في 6 أشهر أخبار إن شاء الله حنوصل مثلا نرفع النسبة 30-40% أو 50%، بحيث إنه يكون في مؤامرة مباشرة للبحث العمل ودخول سوق العمل بشكل تلقائي. البعض يتخوف مهندس، اسمح لي على هالسؤال، البعض يتخوف من عدم أو التلاعب عفوا في مسميات الوظائف، أيضا البعض يرغب من وزارة العمل والموارد البشرية بمحاولة الحد من التلاعب في نقدر نقول مسميات الوظائف ومتابعة أيضا جميع الأقسام الحسابية في هذا القطاع. اليوم الجهات الإشرافية سواء والتعاون مع الوزارة بيكون في دورات رقابية للامتثال، فبيكون في لها يعني
بشكل دوري متابعة واستهداف بعض المنشآت للتأكد من العاملين بيمارس المهنة، سواء كانت المهنة المحاسبية أو حتى المهنة الأخرى، العامل بالفعل بيمارس المهنة التي يستخدم عليها. لذلك زي ما وضحت لك، يمكن اليوم احنا بنوضع خط الاساس ليكون في تصحيح للسوق العمل، وان شاء الله يعني متوقعين انه ما يكون في تلاعب من المنشآت، لانه الهدف الاسمى توظيف اولاد شباب بنات البلد، فان شاء الله متوقعين انه نفس رده الفعل هذه تكون من القطاع الخاص لتمكينهم من دخول سوق العمل. يعني البعض يقول مهندس انه البعض يقدر يغير مسمى المهنه من محاسب لمدقق مالي او ولا مدير حسابات ويبقى الوضع كما هو عليه في السابق، هل هذا صحيح؟ احنا اليوم مستهدفين 21 تقريبا 20 مهنه في القطاع لها علاقه بالمهنه المحاسبيه. هل ممكن نذكرها دكتور مهندس؟ والله يمكن ما تحضرني، لكن يمكن اديك ابرزها، اللي هي مثلا مدير اداره الحسابات والميزانيه، ومدير اداره المراجعه، ومحاسب تكاليف، ومحاسب عام، وحتى الفني. يعني احنا اخذنا من كل المستويات الوظيفيه في المنشاه، وليس البعض يقول يمكن احنا استهدفنا المنشاه للمهنه الاوليه، لكن المهنه الاوليه لما ندخل الشباب في المهن اللي هي تكون أولية بتكون في قابلية للشباب اللي كانوا سابقا في المنشأة إن هم يكون لهم ترقيات والوصول للإدارات العليا إن شاء الله. فلذلك احنا يعني بنحاول، يعني اليوم يمكن حتى آلية تغيير المهن أو تغيير المسميات لها آلية خاصة لنا، وبنشوف مع الجهة الإشرافية هل بالفعل هذا الشخص إذا كان في تهرب أو كان في عندنا آلية بنتبعها، والحمد لله يعني متمكنين من رصد جميع التغييرات اللي بتصير على لو كان في تهرب بيتم اكتشافها. يعني ما هذا وضع تم الوضع في الحسبان. اليوم أنا حاورك وأنت المهندس أيمن سالم شكر مدير العام لتوطين قطاعات الأعمال في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هل تسعى وزارة الموارد البشرية لجعل جميع القيادات ومدراء الإدارات في قطاع المهن المحاسبة سعوديين 100% خلال الفترة القادمة؟ نسعى، يمكن ما في شيء نزل رسمي. احنا اليوم يمكن بقرارات هذه لما يكون في شباب في الخط الاساسي والخط الاول بيمكن الشباب السابقين ان هم يرتقوا لهذه المناصب، واتوقع انه الحمد لله اللي شفناه في خلال الفترة الماضية من كفاءات سعودية سواء في القطاعات الخاصة أو في القطاعات العامة بيعطي انطباع جدا ممتاز انه ما شاء الله تبارك الله الكوادر الوطنية لها قبول لدى القطاعات الأخرى، انه ما شاء الله بقيادة الإدارات أو حتى بقيادة المنشآت على شكل كبير جدا. الرسالة اللي توجهها مهندس اليوم من خلال منبر بي سي فم. أول شيء أخوي محمد أنا شاكر لاستضافتك، ووجه رسالتي للشباب والبنات الباحثين للعمل. الدولة خلال فترة فاتت سعت بشكل حثيث بتوفير وتمكينكم من دخول سوق العمل. القطاع الخاص قطاع جاذب جدا، البعض متخوف منه، لكن اللي شفناه اليوم من قبولهم للدخول والحمد لله يعني وصولهم لمناصب عليا أثبت أن التخوف هذا غير موجود وليس له أساس من الصحة. وإحنا اليوم إن شاء الله مكملين توطين، يعني القرارات اللي استهدفناها سواء في المهن طب الأسنان والصيدة والهندسة والاتصالات واليوم المحاسبة، إن شاء الله في القادم إن شاء الله برضو في بعض القرارات الخاصة بعض المهن، ونتمنى منهم أن هم يكونوا داعمين لنا وممكنين بالدخول لسوق العمل بشكل سريع جدا. المهندس أيمن شكر مدير العام لتوطين قطاع الخدمات وقطاعات الأعمال في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكرا لك ولوقتك وشكرا لجهودكم مهندس. شكرا أخوي محمد، شكرا للمستمعين، وإن شاء الله احنا مكملين التوطين.